أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيات مثل ثمو سنين تفث الدنيا تفث الأخر، ولكن الجهل الطيه من الدنيا الطيه من الاخر. تسوي سنين ادي تسوي السعاده الدنيا ادي تسوي السعاده الاخر، ولكن القلات مسنين ذي الجهل ادي جبلا غيث مثلا ما ذي الدنيا ما ذي الاخر. خزرت كان نذي مشيح صلى الله عليه وسلم الذي قال قول الحديث: طلب العلم فريضه على كل مسلم، اند القرايه ثمو سنين اند ذر فرض افن كل نسيم. وما لدي نعم كل نسيم تسيكي ذكس اثنسيمت كاقيم انظر يعني بلي الاسلام يفكيس ايث مثلا يوث الاهمية ثم قرحات ايث مسنين القرية يفهم على خطر شو اشتاقين على يسيني هذا سيد ربنا في دقيقا سبحانه وتعالى لقبل سيد قبل قواليس فاعلم إنه لا إله إلا الله. سل علم في السن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى، وسل علم إسي تسالي ثمورا إسي تقدمت إسي تقدم ثمورا إسي الحوت الزاف وذوقين والعلم ذوقين إذ السبب إسر يعيش العبد سعدا الدنيا السعادة الأخرى. خزرت كان إذ مثل سيد ربي مشبيح سبحانه وتعالى إذ القرآن الكريم استمو سنين سل قرايا سكريون يقرد قواليس اللي ثم زوالو في دين زين غفني في محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن أدم سمحتين من النغر ودن سمحتين المجتمع النغر ذي الجزائر عزيزا بلي العلم إذ وقين يسي تقدم تثمورا إذ وقين يسي الحوت غرزات إذ وقين أغدي السفغا دي الصعوبات أنت عايشين أنت وجه ذي الدنيث. خصال كان إذ مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يقول سلعين أبكادي قال نون والقلم وما يسطرون، يقول سكريون إذ وين لا يسطر. خذت كان النبي مشبيح صلى الله عليه وسلم أغدي قال وأغدي تسوليه باش أنضيف العلم باش نغيدي مسنون باش أذا نفهم. أما كان الذي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن دويني طيب من العلم أثنت قبري ذي الجنثي يقلع مقرد من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وين راه يتبع نفري ذيك راه يضرب العلم يضرب ثموسني الى اسي سيسهل سيدي ربي نفريد غير الجنه. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم يقرد العلماء ورثه الانبياء، ان العلماء اللي بيجانك ورثا الانبياء الانبياء ولد تجينا لك انا الدينار لا غندرهم لا غنكوين السعايا الدنيا، ولكن جند ذي العلم وين راه ثيوين يقول النصيب ذا بقرحان الكامية مثلا. إذن أنظر باللي يفكيس الديننا العلم ذا العلماء أم كنسن أم قرحان. يقال سيدي ربي قويس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذن مثلا إما قال سيدي ربي العلم يرفضيت سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي الدرجة تنسل ويفقند أيض مثلا الدرجة للعلماء. يقرد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنه كيف كيف إيقاذي غران إذ بيقاذ أول غرارة إنه حشر إيقاذي السن إيقاذي زران أريوين الفرق غير سن. كما أيض مثلا حتى ما يموث يعذ أنظر بلي من العلم نسا يخدم في الناس
كاية مثل يقرد من فيه وشبيح صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إن دم ذقلا إن دم يموثي هذا إن دل عملش مرة يفوق إن تحشى ثيثا ثمسي في قيمة زالت خدمت فلاس ماذا قال يخدم إفكا الصدقة الصدقة جارية يقلحون فلاس يفنى الجوامع يخدم الفقراء المساكين يفكى المشارع في سبيل الله يخدم يفكى أكذ العلم ماذا قال يصغر العلم وما في قاروة والأجرس دائما أريد صراحة دائما الذي تكمل غرزات إن دو والد صالح يدعو له ما لدي لين العبد يجد الدنيا ثحية يكتب على فريد سيد ربي هذا الصواد يعفو هذا الصواد الرحمة سيد ربي وشبيح سبحانه وتعالى خزرت كان أي فاثن أي عبد يحمل يتكس العلم يقرض الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينادي ندن في صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وين يميك فغاسي لربنا الخير يناد أذي فقه في الدين كجناء أخطر العلوم الدين يثمثل فرض عين لكل مسلم أني السين أمكان عفض ربيهم أني السين دشوف الدين النغ أني السين دفشوف اغتدي في كاربيهم دشو المقصود الأساسي من الدين كجناء وتلعب بذرة السجه المولاش ذا سخصار لان سخصار كان الزرة السيئة يتمثل أنت زرنا مرة أنت صوزون مرة أنت حجو مرة ترجوا مع النرطور مرة ولكن الفعيل ندري قوات حاشي قادر يرحم سيدي ربي المؤمنين دائما لان ولكن أين لان ولقال لان أبث من أنكار يتمثل أما ذي كثيف أما ذي خداع أما سكرضان أما ذي رشاوي أما الأكل المكرام نسس الحرام نخدع خلف الوعد نذكر الوالدين نسأل نكون نقول عادية لذا الجيال لعيبة سعال المشاحنة تذكو قرسن أنشتاقي مرة أكو تقول شنو إيه ديكا ونزرارة الدين نغدا شوث ونتفقها لذي الدين وكل إنسان مسلم تقو يزدى ديزار المقصد الأساسي الدين ذا شوث أيه مثل أمكان لعفة سيدة ربي أخطر سعادة مرة دقس إيه لنا كجناء أهل العلم يحميه سيدي ربي سبحانه وتعالى أما كان يقارب مسناو إن يكمل الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بالعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء الفخر إيه مسنون ماشي ذكر الشيء خلي تفكان الدنيا المادة الدنيا ولكن تموسني دي فهم حشوك حمل يا ربي إمي تيتساك أي خطر يقوثنا ربي القفري ذي الهان وتسمينا فري ذي الهان الغير نسل كجنية مثلا وم كل إنسان اللي يسعون كران الخدمة إذا حلتي أتي خدم أكني النار بيت الحق سالإتقان صصفة قوي أخضر سيد ربنا في الجازي فلاس وأهل العلم يتمثل وتصرى الجرب لأنه كحمل الجاهل دائما وأبدا ذعذا ولا العالم إلى قناعة كاين كان إذا شو شو غاثر بحظ أثر بحظ سل علمينك ستمسنينك غسل عباد موثن ولكن إذا إمسنون أموثن أهل العلم دائما للأحياء غسل غدر الدنيا ثقيم كان يتمثل إذن ثقويا أنفك العلم أنفك العلماء أم كان نسل على خطر دواجين إذا الأساس التقدم دواجين إذا الأساس يسين ألت الحوم ثمور ثلزات يسال المستنفع يتمثل الجوجل نغسل العباد شو يعني يسال يجرز المجتمع النغ وخزرت كلام كده قال صلى الله عليه وسلم إذا أنفك أمر أنفك أزل العلم ذا العلماء إذا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه يقرد ويتكرى غرغرنا وينك نقول رحمنا مشطوح ونسقدر القرآن ونتكرى العالم أم كنيس كما يدث مثلا يقال صلى الله عليه وسلم ليس منا إلا عالما أو متعلما المجتمع المسلم الإيماني سيني صنافي قلان ديكس كان الباقين وتيكي لارا غرسن إما غتلد العالم وإما غتلد المتعلم إما غتلد العالم وإما غتلد قرية قرض وما ندي نغرسنا في الفئة ثانية أنف نسنا دي مرة أدرغ على خطر ولشوي دي حلان العلم وفوق كل ذي علم عالمي دي قرسي دربي الخالق سبحانه وتعالى دائما غطس وضطه لوين إلا نيكك إذن دائما الإنسان الذي تعلم كلنا متعلمون
كاينين غير في مثال أنا وان إذ الجاهل الجاهل ماشي دوين نسينا راه غير الجاهل دوين نسينا دار هذه السين إذ الجاهل وين يتسنادي موسينا لا يتسنادي هذه السين ولا قرار هذه السين ولكن وين نسينا هذه السين هذه مثل الجاهل كذلك مكي داخل سيد ربي قويس في أواخر سورة الروم كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ارفع سيد ربي غفولا ونقذا ونسنى ذال هذه السين خطر وين نسنى ذال هذه السين يعتبروا السينارة ولكن وين نسنى ذال هذه السين ونزمر ذال هذه السينارة غاشوا السينارة ولكن نتقدروا السينارة خطر يسنى ذال هذه السين وين نسنى ذال هذه السين ولا قرار هذه السين إذن ما دنيا ويسينا را معناه أولي تسنى ذرا غادي يسين وإن يرضع سيد ربي غفويس كذلك وين تسنى ذرا غادي يسين يرضع سيد ربي غفويس كما يتمثل إيه مثلا إلا قنا عقيب اللي كذلك وين يضران يذن مرة أكو ذي القلان العلم ذي القلان الفهم لو كان اللي العلم إلا الدين الفهم الدين غكن يتيقي حي حش الخير على يلين كجيد مثلا سيد ربي عزيز سبحانه وتعالى إذا سيدي قرني وين دي قرن في صلى الله عليه وسلم قد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذا شو يندوه الدرارة صور سيدي دي سوين الدين دي تسن دي الوحي أم في دي قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وين مقفغ سيد ربي الخير أسي من الدين في السنة كن يتيقي حي وماذا قلنا نسن الدين النغية مثلا خطر ثمو سنين أن الدين ذين نح أنحمد ربنا نشكر دين سيمن دي ثمرتنا الإسلام مذ قوية غدا نسين الدين النا كا الجاهل الدين نس الوقان إذا عذو الدين نس أذي دعيما نس دين سيم وده خدم الفعيل ويسود يومير ربي ويسود يومير الإسلام يتشويه الصورة من الإسلام العلم يتمثل العلم العلوم الدينية ذين لن فرض عين لكل إنسان مسلم إلى قد يسين الدينيس بحاجة سمى دي يسين الدينيس ده شوف العلوم النظر مرة أو كو فرض كفاية أين يسين السنة أين يسين لا يسين لا ما الدينيك إلى قد يسين ذلك كان يتيقي حي أي خطر ما ذلك لهم السين ذلك العلوم الدينية ما ذلك لهم السين ذلك العلم الديني إذن أتسخدم ذلك العلوم النظر ما السنطن أنت ما قيمنا مرة ناكو كرب وإذا يتفن المناصب يتفن مضقن كامل أكو أنا ولاش هو نغرر هذيك سنس عن الشهادات جميعية كل يوم دشو الشهادة إذا يقوين تثير الجميع يقول يقوين ولكن أشي ما غاد تستخدم برشاوية أشي ما غاد تسكر أشي ما تستخدم الأموال للشعب أشي ما المال العام أشي ما غاد تخد هذا أشي ما تقرض الوالديني أشي ما تسعود سوء الجوار أشي ما أفعال مرة أكو مرة لنداقينا نسيدي كون فخي خدين ماشي دي القرية من العلوم دي الدنيا يخص فابس نند وين داك الشهادات ولكن دي العلوم الدين يخص يقاديس السين الدين ناخذ الشيخ دي تسمر سيد ربي الشيخ دي ناخذ مثل اث نخدم باش نقلن دي حياي باش نقلن دي حرام كما يتمثل العلوم الدينية شو نشتاقي انا نسلحو العلوم النظام ولكن ماذا قلنا وتشوف قهر العبد الدين والسين على الدين يستشوف أكني فغوي غير القرية في النظر الحشا الفساد وذيل المفسد أما كانت ولا السجد إلى عصرنا أي مثل وإذا أنا ويد العالم إذ وين يتسوى ذن ربي خي قرد إنما يخشى الله من عباده العلماء أنا وقت سوى ذن ربي ذي العلماء العلماء أنا وما قال العالم إذ وين يتسوى ذن ربي ولكن يقولون سوى ذن ربي وتسكار غير العلماء إجمالي لمن المثقفين ولكن ذي العلماء أريد سكار كان يتمثل أغف قهر بيدي الدنة غمر ربي لصلاح موقف لذا غفاذ أغجع ربي وذكي تعلمني تسندين ذي السين نكثر اللهم افقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا ربي زيدنا علما يا ربي اللهم أعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.